كل يلي صايمين قاطعين عن اللحومات، كبة الحيلة لليوم هي إحدى الوسائل يلي ممكن كمان تتوجهوا لها لحتى يكون في شي جديد على المائدة. رح ناخذ التفاصيل طبعا مع الشيف شادي. أحبائي صباح الخير وينعاد على جميع بالصحة والعافية. هيدا الأسبوع كله أعياد، وأكيد هلأ كتير من الأطفال عم يستعدوا لبكرة بعد بكرة، الشعنينة والشمع والتياب البيض والجديد. طيب كيف احتالوا على الكبة تيعملوها كبة حيلة؟ بكل بلد من البلدان العربية المجاورة، بكل قرية أوكي من القرى، أو بكل ست لقلنا أو أم لقلنا موجودة بقرية، بتعمل الكبة الحيلة أو كبة الراهب بطريقة مختلفة. نحن متعودين عليها، هي البرغل المخلوط مع الطحين المطعم شوي صغيرة بالبصل، بنعمل عجينة وبعدين بنحشي هاي العجينة متعودين عليها ونسمع فيها كتير بالعدس بالسبانخ بالبصل بالسماق أو غيرها أو غيرها، وبنسلق الكبة بقلب مية العدس. كبة الحيلة اللي أنا بدي أعملها اليوم مختلفة تماماً عن، مش تماماً بس مختلفة. الحشوة راح تكون عندي من البصل، من الزبيب، من الصنوبر ومن الرمان مع الزعفران. في أشخاص هلا بيكونوا عم يطلعوا فيني وبيكونوا حزروها لأنه بيعملوها ببعض البلدان العربية وخاصة ببعض القرى بسوريا. هيدي كبة الحيلة وبتضلها مفتوحة. وكيف العجينة؟ جبت أنا 3 أكواب من البرغل الأسمر أو الأحمر، خلينا نسميه الناعم، نقعتهم بالمي المغلية من حوالي ساعة أوكي؟ منقوعين فقط، مي مغلية و3 أكواب من البرغل. هلأ شو بعمل فيهم؟ بدي شيل أنا هلأ من البرغل هيك وبجي بعصرهم تينزل منهم، يعني إذا نزل منهم شي مي ومنحطهم طلعوا لوحدة هلأ صارت بدها تكون لي بعد شوي صغيره كبه وبجي بحطهم هون، هذا بدي اعمله انا بعد شوي. الشغله الثانيه واللي انا رح اعملها لمسه من عندي كمان بقلبها، رح اجي انا اطحن من البصل ناعم ناعم مع البقدونس والكزبره. خلينا نشوف شوي صغيره، طلعوا هون انا شو قصدي مرات بكعب البقدونس او كعب الكزبره او كعب الحبق، هودي الاوراق اللي نحن فينا نستعملهم بالبقدونس بالفتوش. اما الكعاب شو فينا نعمل فيهم؟ فينا نغليهم ونشرب زومون، ما لازم نستعملهم، مش انه ما فينا ناكلهم، فينا ناكلهم بس صعب كثير ناكلهم. بليز اعملوا معروف ورقوا لنا البقدونس وخلينا نشتغل بهالطريقه اجمل. اكيد هودي رح احطهم، هلا رح كبهم انا، ما رح استعملهم بالخالص. اما بالنسبه للرمان اوكي، لكو الرماني انا شو عملت فيها، هذا الرماني انا قصيتها بهالطريقه تشيل حبوب الرمان، رح شيل حبوب الرمان بهالطريقه الحلوه تما نوسخ حالنا. طلعوا كيف ليكوا الحب كيف عم ينزل هلا من الرمانه بهالطريقه، اكيد بتبعدوا تيابكم شوي صغيره عنا وهيك انتم ما بتتقروا كمان الرمان، وتطلعوا بس الحب الرمان بينزل كل حبه مثل الثانيه. طلعوا كيف اوكي، تنشيل حب الرمان. لكن هلا صار عنا وعرفنا الحشوه بصل زيت زيتون، رح احط فيها انا كمان شوي صغيره هيك من البقدونس من الصنوبر من الزبيب ومن حب الرمان مع كمان الزعفران ملح وبهار. اما بالنسبه للعجينه برغل احمر كل 3 أكواب بدنا ننقعهم بالمي المغليه، بعدين بنعصرهم مزبوط، بعدين على جنب بنخلطهم مع ماكسيموم 1 كوب من الطحين. انا رح احط اليوم اقل كميه من الطحين مع بصل اذا بدنا، نعنع اذا بدنا، كزبره اذا بدنا، بقدونس اذا بدنا، حبق اذا بدنا، وفينا ما نحط فيهم شيء ابدا بس ملح وبس بهار. هلا جمعة العظيمة هي نهار الجمعة، يعني بعد أسبوع من اليوم، وهو نهار جمعة العظيمة اللي نحن كتير وبكتير من القرى وبكتير كمان من المدن بيحضروا كبة الراهب أو كبة الحيلة. ما حبيت أنا أعملها الجمعة المقبلة، حبيت أعملها اليوم حتى ناخد فكرة عنها ونكون محضرين حالنا، وفينا كمان نحضرها هذا الأسبوع. وهذا السؤال انسألت عنه أنا مبارح أو أول مبارح، فينا يا شيف شادي نحط الكبة بقلب الفريزر؟ مظبوط فيكم تحطوها، وفينا نشيلها بعدين من الفريزر، وجربناها من الفريزر، فينا نقليها ومن الفريزر فينا نحطها بالمي اللي عم تغلي، ولا اطيب من هيك يا غاده.
دايما ولا اطيب بعد من شوية هيك أطيب دايما ولا اطيب من محتالة هيك محتالة بالعمل. اذا عندك شو ذكية هالكبة مش معقولة عن جد. نحن رح ننتقل بعد حتى نتابع فقراتنا، محطتنا التالية رح بتكون خاصة لتلقي كل اتصالاتكم طبعا مع كارلا وخفيف نظيف. كارلا صباح الخير. صباح الخير غادة. ايميلات اتصالات كيف حابين انهم يبعثوا اسئلتهم؟ كله ما في اي مشكله، كله جاهزين. كبه الحيله انت بتأيديها صحيح 100%. ووقتها نحكي انا بحب العبارات اللي بنعطيها نحن بالمنطقه عن كل هالاصناف اصناف الاكل كبه حيله، انه نحن عم نحتال ما حاطين لحمه. وعلى كل حال الاسبوع الجاي تحديدا نهار الاثنين راح احكي بالتفصيل، راح نعمل مثل ديو بين اللحمه وكل شيء حبوب وبقول، لانه بالمطلق اللحمه عم بينعطاها اهميه كثير بينما هوليك اللي كثير ما عاطينهم قيمه اذا فينا نقول، خاصه انه الفكره السائده انه هدول الحبوب عامه ان كان حبوب يعني برغل او رز او شوفان او بقول يعني عدس وحمص وفاصوليا، ما قالن انه اذا عم تاكلي منهم ما كانه انت عم بتكرمي الضيف او ما عم بتكرمي البيت او العائله، لان الفكره كانت انه اللحمه ثمنها مرتفع بينما هالاصناف من الاكل ثمنهم منخفض. جايبينكم والله حتى نطعمينكم برغل وعدس مثلا انه شو مجدره يعني انه شو هالاكله، مع انه من الناحيه الغذائيه القيمه الغذائيه مرتفعه جدا لهالاصناف. طيب من هلا ورايح رح نعمل عزايمنا على اساس القيمه الغذائيه صح. مش على خصوصا انه بلشت هلا الاسعار تطلع اليوم و15% نحن هلا ما عم نركز انه نعمل عشاء قيمته الماديه عاليه، بدنا نطلع على القيمه الغذائيه قديش بدها تكون عاليه. نوزع للضيوف منيو مع القيمه الغذائيه تيعرفوا. بفتكر ما حدا رح يزعل لان كل الناس بتهتم بصحتها. مزبوط. نحن كان رح ناخذ اتصالات المشاهدين بهالوقت، بفتكر عندي صحيح يمكن كم اتصال او كم ميل وصلوا لي بوقت سابق. اول شيء من ليليان عم تسالني، ابنها عمره سنه ونص وعم بتقول انه هل صار فيها تدخل البيض؟ انا بقول انه مشان خوفا من طبعا الحساسيه بدي اقول لكل الاهل اللي اطفالهم بهالعمر انه فينا طبعا ابتداء يعني بعد عمر السنه نبلش ندخل البيض، دائما وقتها بدنا ندخل اي شيء ممكن يكون سبب للحساسية من دخله بكميات قليلة. يعني مثلا إذا بدك تبلشي هو البياض يلي بسبب الحساسية مش الصفار. البعض بيعتقدوا أنه فينا لأنه البياض بسبب الحساسية ما بنعطي البيض أبدا، هو لا فينا نبلش بالصفار حتى إذا بدنا قبل السنة. في ناس تقول بركة ركبتها بنطر صح شوي. ننطر شوي. هلا طبعا منفضل نبلش أول شيء بالصفار، بعدين وقت ندخل البياض مندخل كل شوية جزء لحال لفترة يومين، يعني منعطي لنقول ربع بياض على نهار منشوف إذا عطى أي حساسية ومنرجع منعيدها بعد يومين أو ثلاثة. عنا اتصال من رولا. ألو بونجور. بونجور. ينعاد عليكم بعيد الأمهات. وعليك يا رب. يعطيكم ألف عافية. مرسي تفضلي. أنا بليز عندي سؤالين، أول شيء بالنسبة للفواكه، أنا بسمع إنه مسموح مثلا أربع أو خمس حصص تنفترض الفواكه أو خضرة بالنهار. نعم. هلا أنا بحب كثير الفواكه بس أنا ما بيصير لي إلا عشية مقابيل التي في تما آكل تشيبس وبذورات وإلى آخره، فشو بعمل؟ باكل هالأربع خمس حصص بكلهم مع بعضهم قبيل التي في. بدي اسال بس اذا هالشيء بضر يعني، او خصوصا اني بنتبه على وزني، ما بدي انصح يعني سوري ما بدي يكونوا انه الكميه عم باكلها كلها بفرد وقع شيء. انا كمان بس اذكر شوي انه ما بتعشى. اوكي فباكل هالفواكه كلها يعني بحكيك يمكن ست سبع حصص بدي اقول مثلا. أوكي. من عشيه مقابله تي في تما اكل شيء ثاني. هيدا سؤال بليز. والثاني بعمل انا تابير ولانك اليوم نص ساعه، يعني بحرق حوالي 200-250 كالوري. أوكي. بس بدي اسال هل 200-250 بخصمهم يعني جولي روترانش من الكالوري بالنهار، ولا انه كيف بنحسبهم؟
اوكي رولا. اول شيء بالنسبه للفواكه والخضره، بعض الاشخاص بيعتقدوا اذا اكلوا فواكه المساء هيدا ما منيح لانه بيعطي سكر ووزن زائد، بس انا بدي اقول مقارنه بصحن البذورات وصحن الشيبس والعصير، لا اكيد بناكل فواكه حتى ولو 4 أو 5 حصص. هلا لرولا عم تاخذ لحد يمكن 6 أو 7 حصص، اذا كلهم فواكه اكيد رح يعطوا وزن زائد رولا لانه في سكر اكثر من الخضره، بس اذا انت قسمتيهم اخذت 3 فواكه 3 خضره ما في مشكل، لانه نحن بنهار لازم على الاقل ناخذ حصتين، هيدا اقل شيء من الفاكهه، اذا كانوا 3 احسن. طبعا ناخذ بعين الاعتبار اذا الشخص عنده وزن زائد او عنده سكري وبنقول له قد ايه لازم ياخذ فواكه، بس 3 بعتقد لكل الاشخاص سليم، هيدا عدد سليم وصحيح، بالاضافه لتكمل الباقي الاشياء مثلا من الارنبيط من الخيار من الجزر من السلري من الملفوف من الخس، هيك بتكمل الستة المجموعة بالخضرة اللي هي طبعا ما فيها سكر. هلأ بالنسبة للرياضة كيف نحن بنحسب؟ أنا بقول أنه الواحد لازم يعمل رياضة بالنهار بين نص ساعة للساعة، ما بقعد بحسب أنه هدول 250 بدي نقصهم من ال 1500 اللي بيطلعوا لي بالنهار، أو إذا حرقت 250 بيطلع لي أكل 250 زيادة، ما من كركب راسنا بهالموضوع. نحن بنقول نحن بدنا نعمل سبورت، بلا قاعد عم تقول بلا، بنقول نحن تقريبا بيطلع لنا لنقول 1500 2000 سعره حراريه بناكلهم، مش اذا عملت سبار حرقت 200 برجع باكل فوقهم 200، لا ما بنعمل هيك حسابات، لانه ليه غدا بنغلط كثير من الاوقات، بنفكر حالنا انه نحن حرقنا 250 بس هيدا الرقم على الماشين مش 100% صحيح، بقى مش بالضروره نكون خسرنا 250 لكن تكون معك مجال. ايه واوقات بتفكري حالك حرقت كثير، يلا حتى اكل سطل البوظه مثلا اللي هو 500، بتصفي انت مفكره حالك عم تعملي سبور، عم بعمل كل يوم نص ساعه تريدميل بس عم باكل مقابيله كثير. بقى ما نعمل عمليات حسابيه، بليز اعملوا واجباتكم وما تحسبوا انه لازم اكل اكثر او نقصها او زياده على شو لازم اكل منها. كاتيا معنا كمان على الخط. الو الو بونجور. بونجور، ينعاد عليكم. وعليك يا رب، تفضلي. بليز بدي اسال سؤال عن الرضاعه. نعم. بنتي عم بتربي. نعم. بدي اعرف منافع الرضاعه اذا بأثر اذا ساعدت بالبيبرون مرتين بالنهار. قد ايه عمره البيبي؟ 40 يوم. ما تعطي ابدا بيبرون بليز، ابدا ابدا، لانه على 40 يوم الولد معقول يبطل ياخذ من حليب امه، لان بهيدي الفتره كثير مهم انه يرضع بس من امه لحتى يضل في حليب، والا بشهرين خلص ببطل بده ياخذ وبصير يعذبها وببطل يرضع، لانه هي عم بتسيلهم بال عم تسحبون عم تسحبون. ايه بس ما نحن لان بهالعمر الصغير بنخاف انه البيبي يبطل يرضى انه يرضع من امه، لانه الحليب بيوصل له كثير بسرعه من البيبرون، يعني ما بده يعمل جهد اضافي بصير كسول. اذا هي قصدها بركي حليب غير حليب الام، ما عم بكفي بس بتضل يعطي شيء منافع او بتخف المناعه. لا اذا انت عم تقولي ببرون حليب امه او ببرون بتحطي حليب اصطناعي، لا بتاخذ ببرون من الحليب الام وبتاخذ اصطناعي. طيب انا كمان بقول ما تعطي كمان، بضل يفيد اكيد ما تخافي، يعني طالما عم بيرضع 3/4 الوقت من امه اكيد عم بيستفيد. هلا الحليب الاصطناعي انا عم بقول ما له عازه نعطيه، هلا بتفكري انه البيبي ما عم بيشبع بس هو بيكون يمكن مش جوعان. قد ايه كميه لازم ياخذها البيبي بال 40 يوم؟ بده يرضع كل ما بده، يعني على القليله لازم يرضع كل ساعتين. البيبرون العيار قد ايه؟ نحن وقت نقول من الحليب كعيار بتفرق من ولد للتاني، بس بفضل برجع بقول لك بفضل ما تعطوا بيبرون، بس خليه يرضع من امه خاصة على العمر الألماني اللي بعده صغير. اوكي. هي بفتكر كمان سؤالها انه اذا حتى هي سحبت من حليبها قد ايه بتعطي؟ ما هو ما اوقات 50 60 انه هذا المعدل 50 60، بس في اولاد يمكن بدهم 70، بس هلا المشكله انه انت وقتها تسحبي وقتها تسحبي بتحسي ما عم بيطلع كثير من حليب الام، بينما اذا البيبي عم بيرضع بيطلع اكثر وبيسحب اكثر. في امهات بيقولوا لي طب انا عم بسحب حليب ما بيطلع له شيء، انا عم بيطلع له
حاسين ما عم بيشبع، بينما هو يمكن يكون عم بيسحب اكثر وعم بيشبع. ما لازم نحن نتكهن. واكبر خطا بتوقع في السيدات، واللي هيدا السبب الاساسي تبين معنا، انه ببطلوا يرضعوا لاكثر من شهرين، هو او ببلشوا يسحبوا او بدخلوا البيبرون. بتلاقي 95% من الامهات بلبنان ببلشوا بيرضعوا، على 40 بتلاقي اقل من 50% بعدهم عم بيرضعوا. هي الفكره، لانه بصير في شغل وبترجع على الشغل والوقت وبتبعد عن البيبي، يعني كل هال مظبوط كل هالامور. مع انه هلا صار طولوا فتره الامومه، بفتكر لتقريبا 60 او 70 يوم، 70 او 75 يوم، بقى بضل فيها شوي تركز حالها اكثر. عندنا كمان اتصال. الو الو، صباح الخير. بونجور. بليز بدي اسال مدام كارلا ايه عن الطحين والمشتقات الطحين والقمح اللي معه الرجي، شو في يعني يعوض عنه؟ الرجي شو؟ فسري لي. الرجي بالقمح، كل مشتقات القمح. اوكي، كيف عرفتوا انه في الرجي على مشتقات القمح؟ هيك شوية مثلا وجع راس، يعني صراحة أنا ما عملت يعني فحص وهيك، بس صرت عم بلاحظ حالي كل ما آكل الشيء فيه قمح معجنات. ريما بس بنصحك إنه تتأكدي إذا عندك أو لا حساسية على القمح، لأنه إذا مزبوط عندك حساسية ما بتتوقف بس على القمح، بدك توقفي كل أنواع الحبوب الأخرى. يعني ببطل فيك تاكلي من الحبوب غير الرز والذرة، ببطل فيك تاكلي قمح، بس كمان ببطل فيك تاكلي قوت يعني شوفان، وببطل فيك تاكلي جودار اللي هو أو الشعير، كله ببطل فيك تاخديهم. بقى ما كتير صعب يعني كل الأكل اللي بناكله إلا ليكون في قمح أو مشتقاته. تأكدي بالأول إنه انت عندك حساسيه، روحي عند حكيم اختصاصي الحساسيه لحتى يعرف يقول لك اذا ايه او لا. وانا اللي بدي اقوله، رح يكون عندنا موعد خاص مش الاسبوع الجاي اللي بعده مع طبيب اختصاصي بالحساسيات الغذائيه ليفسر لنا، لانه غاده صار في لغط كبير جدا بالحساسيات. تبين انه 30% من الناس بتفكر انه عندها حساسيات، وخاصه حساسيه القمح. وقت نعمل لهم الفحص المضبوط اللي بينعمل بيكون ما عندهم، يعني منها يكون ممكن يكون مشاكل بالجهاز الهضمي، اشياء ثانيه لازم ننتبه لها. كثير اوقات بيفكروا انه هالحساسيه عم بتسبب لهم وزن زائد، ونحن بنفسر لهم انه الحساسيه ما بتعمل زياده وزن. بقى بدنا نوضح كل هالامور، وبنقول لريما اذا ولا بد انت عندك حساسيه على القمح، تاكدي شو هي هالحساسيه، لانه بالمقابل ما بدك تاخذي شيء غير من مشتقات الرز والذره. بتصير ترند انه سمعنا انه في ديزيز سيلياك ديزيز او الى اخره، وما بعرف فقر دم وهيك، يعني صحيح. بتصير واحد خلص انا كمان صحيح. انا عم بعمل نفس الشيء، لكن انا عندي هالمشكله وهذا لازم ننتبه لها كثير. الو الو، بونجور. ينعاد عليكم. وعليك، تفضلي. ايه، انا ابني عمره 9 اشهر وما بياخذ ببرون، أوكي. وبس على صدري، بس كثير 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 بيعذبني بالليل، ونومه جدا جدا خفيف، بده يضل على صدري، شيء له بصير يبكي بشكل هستيري، وما بياخذ تيتين ابدا. شو بعمل لحتى انه يخفف شوي هالشيء، لانه عم بيتعب لي اعصابي كثير انه اكيد. بس هي فتره قصيره بدك تتعذبي فيها، مش مفروض بالليل يرضع اكثر من مره، وحتى على 9 اشهر منه بحاجه حتى انه يرضع خلص. ابدا، لانه عم بياكل. انا شخصيا بقول لك ما بقى لازم ترضعي، بدك تتعذبي شوي يبكي مع كم مره، بعرف مش هينه، انا وغاده بنعرفها هيدي القصه ومرقنا فيها. تحملي فتره، وبدك بدك تخليه يفهم انه انت خلص مش موجوده ليكون صدرك هو التتين. فترة صعبة ريما، بس بتقطع، مش ريما لا، رانا. نحن بنشوفك أسبوع اللي جاي إن الله يرضى. ميرسي لك كارلا. بريك صغير ومنتابع فقرتنا.